لو انت بتحب الرسم اعمل سبسكرايب لقناة رسم في رسم. دي قناة على اليوتيوب مختصة بتعليم طرق الرسم المختلفة، بدءا من الرسومات البسيطة والسهلة جدا للمبتدئين ورسم شخصيات الكرتون مثلا للأطفال، وأكيد هيكون معانا رسومات الانمي اللي كلنا بنحبها اللي هنتناول فيها طريقة رسم شخصيات الانمي المختلفة الموجودة في مسلسلات الانمي. وأهم حاجة اللي بتعتبر أساس الرسم هي فن البورتري أو رسم الوشوش والأشخاص، سواء كان برصاص أو بالألوان الخشبية. وهنتناول برضو رسم الملامح والشعر وهكذا، والمفاجأة هي الرسم ثلاثي الأبعاد أو الـ3D، الرسومات المجنونة دي اللي احنا مش بنبقى مصدقين انها مرسومة ومش بنبقى متخيلين اننا ممكن نرسم حاجة زي كده. ورسومات بسيطة وسهلة بالألوان الخشبية كل ده وحاجات تانية كتيرة جدا هنا في قناة رسم في رسم. لو عجبكم الفيديو ده ياريت بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول بأول، وأشوفكم في فيديو المرة الجاية. سلام.